أثارت الممثلة المصرية نهد السباعي جدل كبير بعد ما نشرت مقطع فيديو إلها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فظهرت بقوامة الممشوق خلال ممارسة رياضة الرقص على العمود. عبر عدد كبير من المتابعين عن صدمتهم بعد ما شافوا صورة للممثلة السورية شكران مرتجى ظهرت فيها بإطلالة جديدة ومختلفة، حتى أنه جزء كبير منهم وقع بحيرة وما قدر يفرق بينها وبين الممثلة السورية سوزان نجم الدين. بعد القضية المرفوعة ضد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والمرفوعة تحت اسم واقعة بيلاروسيا النيل عم تاخذ مجرياتها القانونية، وقررت المحكمة المصرية امبارح تأجل المحاكمة ل 27 شباط الجاية للنطق بالحكم. شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت فيه تفاصيل عملية دقيقة بظهرها يلي خضعت لها مؤخراً بإسبانيا. انتقدت الممثلة العالمية لينسي لوهن نجمة التلفزيون واقع كيم كارداشيان بعد ما نشر المدون الأمريكي بيريز هيلتون عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكيم تظهر فيها بلوك شعر جديد، فعلقت عليها لينسي وقالت أنا محتارة. فردت عليها كيم بتعرفي شو يلي بيحير لكنتك الأجنبية المفاجئة. يشار إلى أنه لينسي كانت قد أثارت الجدل مؤخرا بسبب اللكنة اللي عم تستخدمها حاليا بالمقابلات التلفزيونية. ننتقل لفقرة شيك بوليس. مجموعة جديدة قدمها مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد لربيع وصيف 2018 ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس، وبتحمل مجموعة اسم Indian Summer وهي مستوحات من ثقافة الهنود الحمر وتراثهم، وبتلوس أهم النجمات عادة من تصاميم زهير مراد وبيتألقوا على السجادة الحمراء. نذكر منهم جابرييل يونيون، بيونسي، أشواريا راي، جينيفر لوبيز، ليام ميشيل، ليدي غاغا، تايلور سويفت، هالي باري، كاثرين زيتا جونز وغيرهم. لتعرفوا كل الأخبار النجومية اللي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.